زي من الناحية التانية في انجلترا في تجربة تانية تستحق المتابعة جدا جدا جدا. فابيان هورزلر مدير الفني لنادي برايتون، 31 سنة، أصغر مدرب دائم في تاريخ البريمير ليج. يعني 31 سنة، يعني بص لسه بسلوفانته في عالم التدريب، ولكن قيمة كبيرة جدا تدريبية. أول مباراتين لبرايتون 6 نقط، فوز على إيفرتون في ملعب إيفرتون، فوز على مانشستر يونايتد 2-1. الراجل ده يا جماعة كان بيلعب كورة في بايرن ميونخ، تدرج في أكاديمية بايرن ميونخ، وصل معاهم ما لعبش في الفريق الأول، لعب في فريق الرديف، منه لفريق الرديف في كذا فريق تاني في ألمانيا، وبعدين راح لعب في فريق يعني في درجات أدنى، وكان لعيب ومدرب في نفس الوقت، بيعمل الاثنين مع بعض، وبعدين بقى مدرب مساعد لمنتخب ألمانيا تحت 18 سنة ومنتخب ألمانيا تحت 20 سنة، تولى المسؤولية معاهم، اشتغل معاهم، جات له فرصة في نادي سانت باولي في ألمانيا كمدرب مساعد، اشتغل معاهم، المدير الفني الأساسي رحل، تولى هو المسؤولية، كانوا في المركز ال 14، فنش معاهم في المركز الخامس، وبعدين السنة اللي فاتت تولى المسؤولية بصفة دائمة، قدر يصعد بيهم للبوندسليغا، يعني من الدرجه الثانيه خدهم للدرجه الاولى، من الدرجه الاولى اخد الدوري، صعد بيهم للبوندسليغا، وبقى الراجل في اول مره وهو عنده 31 سنه وهيبدا بقى يقود الفريق في المانيا. جاله العرض بتاع برايتون وتحولت مسيره الراجل الى مدرب في برايتون. برايتون اللي قدر يورينا جراهام بوتر، مدرب قوي جدا، طلع بعد كده على تشيلسي، ورينا بعد كده ديزيربي الايطالي اللي طلع بعد كده على مارسيليا، هو اكتشف لنا مدرب جديد كمان الراجل دوت فابيان هورزلر. ميزه هورزلر ده 31 سنه، أصغر من 9 لعيبة في فرقة برايتون، يعني هو 31 سنة، ميلنر عنده 38 سنة، فده المدير الفني، ودي كانت مشكلته الأساسية على فكرة أول ما تولى المسؤولية مع فرقته، إن اللعيبة عارفاه إنه لعيب صغير، فجأة بقى هو الهيد كوتش، بقى الكل في الكل، فقال لهم أنا مش هتغير، بس هتشوفوا مني قرارات ممكن تكون مؤلمة، قرارات ممكن تكون صعبة، لكن هنفضل علاقتنا كويسة مع بعض، وبدأ فعلا وهو بيقول كده وما بيتكسفش يقول إن أنا باخد رأي كتير من اللعيبة في حاجات كتيرة جدا، يعني الراجل نفسه اتكلم قبل ماتش مانشستر يونايتد الاخير، قال ان داني ويلبيك لعيب بخبرات كبيره جدا، انا ما عنديش اي حرج ان انا اقعد اتكلم معاه لانه لعب في مستوى عالي هنا في البريمير ليج، فيقدر يقول لي حاجات مهمه، فبيبدا يتكلم مع اللعيبه الكبيره وياخد منهم نصايح. مدير فني افكاره مشابهه لديزيربي، هو نفسه اتكلم ان انا بيعجبني طريقه ديزيربي، وسافر ايطاليا على سافر انجلترا اتفرج على ماتشات لبرايتون لايف، واتفرج على مانشستر سيتي، واتفرج على ارسنال، بيكون كتير من الافكار، وهي افكاره في الكوره الحقيقه مدرب محترم جدا، ولكن اكتر حاجه تقدر تقف عندها انه عنده 31 سنه. طريقه لعبه مع سان باولي كان بيلعب بثلاثي في الخلف، بيزق سنتر باك منهم كده في النص، فيبدا يعمل زي هرم مقلوب ويبدا يطرع اللعيبه، كان بيلعب 3 4 3، هتشوفوا طريقه لعبه مختلفه تماما وهو موجود مع برايتون في الدوري الانجليزي. لكن القصد في الموضوع 31 سنه دي لما اخد الرخصه بتاعه اليويفا البرو، اتعين مدير فني، اخد الرخصه اليويفا البرو، طبعا 31 سنه هو معاه اعلى حاجه رخصه تدريبيه موجوده، الراجل دارس، الراجل اخد خبرات كبيره جدا، منتخبات وفرق صغيره عشان يروح الدوري الانجليزي. صفقات حوالي 7-8 لعيبه جداد عملهم برايتون، فرقوا مع الراجل جدا. عايز اوري حضراتكم عشان دي تجربه مهمه، شويه افكار فنيه للراجل ده بيعمل ايه جوه الملعب، وازاي الفرقه بتتحرك في الملعب قدام مانشستر يونايتد، حركتين ثلاثه كده في البيلد اب وعمليات الخروج بالكوره، وازاي بيشكل خطوره على مرمى مانشستر يونايتد، هتتعرض معانا الحالات. وبعد كده عايز اوريكم معدل اعمار مدربي الدوري الانجليزي، لان دي مهمه، معدل اعمار مدربي الدوري الانجليزي، 31 سنه، 38 سنة، 42، اللي احنا بنقول عليهم مدربين صغيرين، لا هم بره صغيرين، احنا بنبدأ الصغيرين بتوعنا بعد كده بشوية، فدي نقطة برضو مهمة، ان المدربين محتاجين يشتغلوا على نفسهم وياخدوا رخصهم بدري، واحنا نديهم الفرصة بدري، فلما يجي عندي كابتن احمد عبد الرؤوف 38 سنه في بلديه المحله، نقف مع الراجل ونقف في ظهره ويعمل موسم كويس وممكن يخفق في فترات، لكن ده مدرب بوتنشال. احمد خطاف في فاركو 38 سنه، هايل، واحد من اهم المدربين بالنسبه لي على مدار الموسم، لان كان سبب ان فرقه فاركو تكمل في الدوري. الراجل اصلا مدرب حراس مرمى، تولى المسؤوليه، كمل مع الفريق، قدر يحافظ لهم على البقاء في الدوري مره ثانيه. اثنين مدربين على فكره دول بس اللي عندنا تحت ال 40 سنه في الدوري المصري، الاثنين 38 سنه، ولكن انت بتتفرج على واحد 31 سنه وشغال في الدوري الانجليزي. تعال بقى نشوف الكلام الفني اللي يخص الراجل ده، ازاي بيتكلم، ازاي الفرقه في ارض الملعب بتشتغل، هتبدا تبان معانا الصوره يا جماعه. وهنا الصوره مهمه جدا، هو رباعي في الخط الخلفي، بيحط في النص لعيب في القلب اللي عليه الدايره ده، اللي هو بيلي جيلمور اللي كان بيلعب في تشيلسي، وبعدين هتلاقي 1 2 3 4 بين الخطوط واقفين يستلموا الكوره، هم بيطلبوا الكوره سواء بقى جواو
ولا ميلنر ولا ميتوما ولا حتى ويلبك. تعال نجري الصوره، لانه هيبدا هنا يخلق وجود ميلنر في العمق هنا، هو بياخد الكوره على طول تتلعب عند فيلتمان، يحط الكوره لميلنر، تعال ناخد الصوره اللي وراها، يطلع بالكوره ان راشفورد ما بقاش عارف اروح كده ولا اروح كده، فالكوره يطلع. بص بقى ميلنر هنا، تعال بص الصوره دي، دي الاعاده بتاعه كره الجون اللي دخلوه في مانشستر يونايتد. بص شكل الفريق او الاستراكشر وهيكل الفريق، الاثنين السنتر باكس اهم، فيلتمان ده الباك رايت اللي معاه الكوره، جنبه مينتا لعيب بتاع جامبيا عنده 20 سنه، بعدين بيدرو، جواو بيدرو الراجل البلاي ميكر جاي على اليمين، اللي بيطلب الكوره ده بيلي جيلمور اللعيب بتاع نص الملعب، اللي بالاصفر يا جماعه هينشلوود، ده هينشلوود ده الباك ليفت، الباك ليفت هو اللي داخل في القلب ده اللي عند الدايره ده الباك ليفت، وميلنر اللي بالاصفر الثاني اللعيب رقم نص الملعب، فلعيب نص الملعب مكمل في انصاف المساحات ولعيب الباك ليفت مكمل، وبالتالي ميتوما معلق فوق الراجل اللي عمل اسيست لوحده خالص. تعال بقى نجري الصوره وبص الراجل هينشلوود ده الباك ليفت بيجري فين؟ بيجري عشان ياخده نصير مزراوي الباك ليفت كانه مهاجم تاني، فتفضل مساحه في ظهره لميتوما اللي هيقطع بعد كده. طبعا هنا في غلطه كبيره جدا ان مصير مزراوي راح مع الراجل، ظهره في ميتوما وواقف اماد ديالو لعيب مانشستر يونايتد تحت اللي على نفس خط الحكم، ما رجعش الجناح ما رجعش مع الباك، فيغلط الكوره تروح لميتوما هيلعب الكوره عرضيه في الصوره اللي وراها. بص كام لعيب بقى، ال 41 ده يا جماعه اللي عند ماجواير ده الباك ليفت، بص الباك ليفت هنا مكمل فين، وده بالمناسبه اعتقد اوبشن كويس لبتوع الفانتزي. بص 41 الراجل مكمل فين، تعال نجري الصوره اللي وراها عشان نبين كمان بقيه الافكار. تاني نفس الاثنين، وده قيمة المدرب انه قادر يستخدم ميلنر ال 38 سنة، هو اللي بيطلب الكورة هنا في المساحة، نفس الكلام ينطبق على هينشلوود الراجل الباك ليفت اللي بيكمل طول الوقت لجوه. تعالى نجلي بقية الصور، لأن حتى حراسة المرمى وطبيعي حراسة المرمى في البيلد اب ازاي بيستخدم حارس المرمى انه يبدأ الهجمة طول الوقت. تعالى ناخد الصورة اللي وراه، اهو هيطلع من ضغط مانشستر يونايتد تمريرة وحيدة، هينزل هنا داني ويلبك يسند الكوره لجواو بيدرو، وبص اللي بيجري معاهم ده ميلنر برضه، يلا بينا نجمر اللقطات، هياخد الكوره ويطير بيها على طول ويعدي. وبص بقى كام لعيب ازرق، 1 2 3 4 5 من برايتن على 3 من مانشستر يونايتد، ميلنر يقطع في العمق ويخش جوه، والكوره دي على فكره حطها وكانت رايحه في الجون، ودييجو دالوت شال الكوره من على خط الجون. استخدام للباك ليفت عامل ازاي، استخدام لميلنر فهو في عمر 38 سنه عامل ازاي. فابيان هورزلر مدرب بالتأكيد بالتأكيد يستحق المتابعة، واحد من أهم المدربين اللي موجودين دلوقتي في البريمير ليج، كمان لصغر سنه يستحق المتابعة.